البتاني أحد الفلكيين العشرة الأئمة الذين ظهروا في العالم كله، الباحث الفرنسي لالاند. وقال جورج سالتون: البتاني أعظم علماء عصره وأنبغ علماء العرب في الفلك والرياضيات، محمد بن جابر بن سنان البتاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أين أبي يا أمه؟ وأين سيكون أبوك يا ولدي؟ إنه بين قراءة وكتابة ورصد. وفي أيها منشغل الآن؟ إنه في غرفة الكتب. ألم يسألك عني؟ بلى سأل لكنه لم يلح. أكان أرسلك في أمر وتأخرت عليه؟ لا، ولكنني أظنه سيفعل. وما أدراك؟ له صديق حراني كان قد وعده بمخطوط من علوم اليونان، ووالدي ينتظره بفارغ الصبر، وقد تأخر عليه. أظنه سيبعثني إليه لأحضر المخطوط. لا أدري ماذا أقول. زوج يقضي نهاره في القراءة والكتابة، وليله في الرصد وملاحظة النجوم، وولد يتبع خطى أبيه، وأنا هنا بين راع للنجوم ومتلهف لرعايتها. صدق الشاعر: وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. هوني عليك يا أمه، ألا يكفيك أنك زوج عالم وأم عالم إن شاء الله؟ بل يكفيني أنه زوجي وأنك ولدي، لأن هذا ما قسمه الله سبحانه وتعالى. سأدخل عليه. السلام عليك ورحمة الله يا أبي. وعليك السلام ورحمة الله. لعلك خرجت مع أصحابك إلى البادية للخيل والفروسية. لا أنكر هذا يا أبي، فأنا مولع في هذه الفيافي المفتوحة على مد البصر، لا يحجب الرؤية فيها إلا رابية هنا ووهدة متكئة على أخرى هناك. وصدقني يا أبتي، إن صحبة الأعراب فيها فائدة ومتعة للنفس والجسد معا. لا أنكر بدهيتهم ونبهتهم وشجاعتهم وكرمهم، لا بل قد عرفتهم وعاشرتهم واستطبت الاختلاط بهم، أمراء وملوكا وقادة وشعراء وفرسانا وعامة. أراهم أمة خير، وإن فاتني الانتساب إليهم بالدم فما فاتتني صحبتهم والانتساب إليهم بالولاء. فلقد أكرمتني عامتهم وخاصتهم أيما إكرام. صدقت يا أبي. اسمع يا بني، أنت تعرف صديقي سميران الحراني؟ التاجر؟ طبعا أعرفه. لقد وعدني وتأخر، وأنت تعرف حاجتي إلى الكتاب. أعرف شغفك يا أبي، وأدرك أنك تنتظر هذا الكتاب بفارغ الصبر، ولكن ما باليد حيلة. نعم، لا نعدم الحيلة يا بني، وما أنبلها من حيلة إذا كان هدفها نبيلا. فالعلم نور كله.
إذا كان هو لا يتذكر إلا نجومه وكتبه، أتتركينه أنت يتضور جوعا وأنت امرأته وأم بنيه وله حاله في قلبك يا امرأة؟ يا أبا عبد الله. ماذا يا أم عبد الله وقرة عين أبي عبد الله؟ ويحي منك يا رجل، لا أسمع منك إلا كلاما عذبا لا يحل ولا يربط. بل يحل ويربط ويغني ويسمن. ماذا تريدين يا قرة العين؟ أما جعت يا رجل؟ اقتربي منا وسأخبرك عن جوعي وعطشي وحر فؤادي. تقول كلاما أين منه الشهد، ثم لا أراك إلا بين كتبك أو على مرصدك ترعى نجومك. أنت تضحك مني يا رجل. سامحك الله يا أم عبد الله، أما تتذكرين يوم طلبت يدك من أبيك؟ بلى والله أتذكر ولن أنسى. جئتني يا محمد وقد كان أبوك صديقا لي، تفضل. فوالله إني لفي لهفة عليك وعلى أهل بيتك بعد وفاة أبيك رحمه الله. أطال الله بقاءك يا أبا إبراهيم. قيل لي يا محمد إنك تعلمت على يدي خالك ثابت بن قرة. والذي دفعني إلى الدراسة فيها أنها لخالي، وقد تعلمنا على يديه شيئا من الطب والفلك والحساب وبالطبع علوم الأولين. ما تقول في من يهديك كتابا فيه كل درر العلم، جمعه عالم من علوم الصين والسند والهند واليونان؟ أقول له عفيت وحبيت وفضلك علي باق ما حييت. هذا كتاب فيه كل درر العلم، جمعه كاتب للمأمون، وصلني صدفة وأنا قارئ ولست بعالم. والله إني لا أتوسم فيك النباهة والريادة، وثمة من قال لي ليبزن خاله هذا الكتاب أهديه إليك. أطال الله بقاءك يا أبا إبراهيم. أستأذنك لحظة. ويحك يا أم عبد الله، أما زلت تذكرين تلك الليلة؟ وما ملأ قلبي غيظا أنك أخذت الكتاب بعدما فرغت من صلاتك ونسيت أن تطلب يدي. سامحيني، سامحيني ألف مرة قلتها لك، سامحيني. ليس لك ضرة عندي إلا الكتاب. وذاك القابع فوق سطح الدار؟ أنسيت يا أبي؟ نعم، ولكن لماذا أتيتما إلى هذه السيرة العتيقة؟ إنني أتضور جوعا. ما إن أذكر هذه الحكاية حتى تتضور جوعا أو عطشا أو نعاسا. ويحي منك وعليك، سأعد لكما العشاء.
30 عاما وما تزال غاضبة من تلك الليلة وكأنها البارحة. بالله عليك يا أبي، هل نسيت فعلا أن تطلب يدها؟ لا بالله يا ولدي لم أنسى، ولكنني... ولكنك ماذا يا أبي؟ ويبقى سرا بيننا؟ بإذن الله يا أبتي. إنني أقول الصدق الآن يا بني، أنا لم أنسى، ولكنني خشيت أن يرفض والدها تزويجي على الرغم من المودة التي كانت بيننا، وحينها كنت سأخجل من قبول الكتاب وأخذه. فآثرت الكتاب؟ بل قل ضمنت الكتاب. وقلت في نفسي: عد يا محمد بعد أيام واطلبها من أبيها، فإن كان لك نصيب فيها فهي لك. وهكذا كان، وعدت بعد أيام وطلبت يدها، ولكن قبل أن يجيبني والدها سألني عن الكتاب، فصرت أحكي له وأستذكر وأشرح حتى كاد الفجر يشقشق أكمام الظلام. حينها سألني: لماذا ازدادت زيارتك لي وقد انقطعت منذ أن توفي والدك؟ فماذا قلت له؟ تلعثمت وسال عرقي وأحسست أن ركبتي ترتجفان. إنه الحب يا أبي. إذن رأيتها مرة في سوق الرقة وقد أسفرت عن وجهها للحظة، فقلت: هذه هي، وقد شغفت بها. شغفك بالكتب؟ نعم، إلا أن الكتب لا تنجب أولادي يا ولدي، لكنها... لكنها ماذا يا أبي؟ لكنها تربي وتهذب أمة بأسرها. ووافق جدي؟ وافق بعد أن ضحك ملء فيه، وقد أدرك أن الكتاب قد شغلني عن طلبها، ثم ناداها وقال: يا صفية، جاءك ناسك، أتتزوجينه؟ فردت من وراء الباب: وماذا أفعل بناسك يا أبتي؟ قال لها: افعلي كما فعلت صاحبة الخمار الأسود. وضحك وقال: سأزوجك يا ابن جابر. العشاء جاهز. أمه، هل وافقتي على زواجك من والدي برضاك؟ نعم وافقت، وافقت، ولم أقتل هذا الناسك المتبتل، لكنه قتلني، قتلني بكل تلك الضرائر التي لا تعد ولا تحصى. الضرائر؟ أية ضرائر؟ كتبه ونجومه، أثمة من يحصيها؟ تفضل يا والدي. تفضلوا. سباق المشاهدين، برنامج مسابقات ثقافي. سباق جديد وحلقة جديدة. نشوف لوحتنا الأولى. اتصال جديد من دولة الإمارات، من مدينة الطائف، من الخير، من الرياض. جاهز معنا؟ شد حيلك وركز معي. سؤالنا يقول: متى وضعت أول ميزانية؟ ما المقصود بكلمة فرائص؟ عندنا أربع حروف. أول مهرجان ممكن تساعده؟ تحتاج تمشيش الضيوف. ما أقدر، ما أعرف. زعلت الناس عليك. أنا بساعد بطريقي. في أمان الله. سباق المشاهدين يوميا الواحدة بعد منتصف الليل على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. جحا، أهلا وسهلا برب البيت. جحا يا زوجي. يا ويلي، بعد أن تزوجنا ووقعنا ندمنا. روح زوجتي داخل هذه الجرة للفهم. فهيمة زوجته من الأرض.
الأفضل لنا أن نشتري حمارا. عادة لا يسمون الحمار حمارا إلا إذا تزوج. جحا الضاحك الباكي يوميا الثانية بعد منتصف الليل على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. خذوا ما اتفقتم عليه دليلا على صحة ما اختلفتم فيه. قول الحق فليقاتل في سبيل الله، إنما كان القتال لا لفرض دين ولا لفرض دعوة، وإنما جاء ليحمي اختيار الفرد في أن يختار الدين الذي يحبه. لقاء مع الشعراوي يوميا الرابعة صباحا في رمضان على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت. سبحان المبدع العظيم. إن الأوائل جزأوا الفلك 360 جزءا، عددها بعدد أيام العام، وألقوا الشمس على 4 نقاط من الفلك توجب اعتدالين وانقلابين، وتقسم العام 4 أقسام متباينة: ربيعا، صيفا، خريفا، وشتاء. ونسبوا كل نقطة منها إلى الفصل الذي يحدث فيه اجتياز الشمس بها. ولما كان كل ذي بعد ذا وسط وطرفين، كان كل فصل من هذه الفصول ينقسم 3 أقسام، ووجب لذلك أن تكون أقسام دائرة الفلك 12 قسما. ووجدوا النقطة الربيعية أفضل هذه النقط وأولاها بالابتداء، لأن النهار يبتدئ فيها بالزيادة بعد الاعتدال، والشمس في الصعود إلى فلكها الشمالي فتقوى الحرارة. وطبع هذا الفصل رطب مشاكل لابتداء النشوء، فجعلوا ابتداء حساب الفلك. أليس لك امرأة وأولاد؟ يا أم عبد الله،
صدقيني إن ما أفعله الآن نافع لأهل بيتي وأهل مدينتي وللعرب والمسلمين الآن وفي كل آن. يا أم عبد الله، العالم ليس ملكا لنفسه، بل لا بد أن ينتفع به الناس كلهم في كل أزمانهم، وإلا عد جاحدا لما وهبه الله. يا أم عبد الله، العلم باق ما بقيت الدنيا. يا لك من رجل ينتفع بك الناس كلهم إلاي. إلاي أنا، ما انتفعت بك منذ سنوات. ها إنني صاعد معك، نجلس ونتحدث عن تلك التي ترملت، وذاك الذي طلق، وهذا الذي تزوج على امرأته. تفضلي. أراك غضبت يا أبا عبد الله. لما أغضب يا أم عبد الله وقد خلق الله آدم وخلق حواء؟ إنه خلق الله سبحانه وتعالى. ما حيلتي؟ تفضلي. أنت القيم بأمور خلافتنا وتعرف ما لك عندنا من الكرامة، وقد فوضنا إليك شؤون الخلافة وإمرة سائر القادة. يا مولاي، إني لسميع ومطيع، وليس لي من دأب إلا رضاكم والعمل على توطيد أركان دولتكم، أطال الله بقاءكم. يا بدر، إني لا أرى الموائد في قصورنا وقد فاض الخبز فيها فيلقى ويرمى. اسمع، أنقصوا من كل رغيف حصة، فإذا كان آخر الشهر تجمع لبيت مال المسلمين مال وفير. أطال الله بقاء أمير المؤمنين. يا ابن حمدون، أمر مولاي الخليفة المعتضد بالله. ما فعلت تغلب وأنت رأسها في زماننا؟ تغلب سيف للخليفة، تدافع عن ثغور الخلافة، وتالله لو ناديتها لارتفع لندائك 100,000 سيف. حمى الله فرسان الثغور وحماة الحدود من غارات الروم، إنهم والله ما ينفكون يقاتلون دفاعا عن الإسلام والمسلمين، وهذا عز الدنيا والآخرة، وما أعظم من الجهاد وحماية ديار الإسلام إلا الشهادة. وإنا لها يا مولاي. أهلا وسهلا، تفضل تفضل تفضل. أهلا وسهلا، شرفت داري أيها العالم الجليل. والله لولا أنها إرادة الله لبقينا معا هنا في الرقة نرعى النجوم ونقرأ ونكتب. إن الدول تستمر وتشتهر بالعلم والعلماء، وإني لفخور بك عالما وصديقا. يا مولاي، والله إنه لكلام كالشهد ينزل على قلبي بردا وسلاما. ولي عهد الخلافة الأمير المعتضد بالله كان يجل العلماء والعلم، يقدر العلم والعلماء ويجل أهل المعرفة، وهو فوق ذلك يكرمني بصداقته ويحيطني برعايته. يا أبا عبد الله، لك عندي منزلتان تتنافسان، منزلة العالم ومنزلة الصديق. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. ما بك يا بدر؟ لا تدخل هكذا إلا وتحمل خبرا. جاءني تجار نهبت قافلتهم في الطريق يا مولاي. والله إنا لمسؤولون عن كل هذا يوم الحساب. اسمع يا بدر، انشروا فرقا من الجند في كل المعابر والطرق، ولتؤمن الحماية والسقاية والطعام لكل القوافل.
واعلم أيها الأمير جعفر أن الدقائق إذا ضربت بالدقائق فإن المجموع ثوان، وإذا ضربت بالثواني فإن المجموع ثوالث، وما يجري على الثوالث والروابع يجري كذلك على الاسترلاب. وبهذا المعنى يا أستاذي، فإن الثواني إذا ضربت في الثوالث كان المجموع روابع، وإذا ضربت في الثوالث كان المجموع خوامس، وكلما بعد ذلك عن الأجناس مجراه هذا المجرى وعلى هذا الرسم. تراني أخطأت يا أبا عبد الله؟ بل أراك أبدعت. ها، كيف وجدت ولدنا يا أبا عبد الله؟ قل ولا تماري. ماذا أقول يا مولاي؟ قل ما تراه منه، لعل سيوان يحب أن تزين له ولده، لكننا نربع بأنفسنا عن ذلك، فأكون قد جرحت ضمير العالم وأفسدت علي ولدي. قل يا أبا عبد الله، قل. بل أجسم يا مولاي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، سيكون للأمير جعفر صيت واسع في علم الفلك والبروج وما إليهما، حفظه الله لك. أهي مجاملة العالم للأمير؟ لا والله يا مولاي، بل أقسم بالله ما لقيت بمثل نباهته وقابليته لهذا العلم. وأنت تعرف يا مولاي أن خيرة من عرف هذا العلم واهتم به هم أهل حران. أعرف هذا، ولأهل حران الفضل في نشر هذا العلم وتدريسه على ما فيه من فائدة في معرفة أحوال الدنيا والفصول والسماوات والجهات والانقلابات الفصلية. يا مولاي، إنه علم شاسع واسع يتعلق بأحوال الكون ومعاش الناس عاما بعام وشهرا بشهر ويوما بيوم وساعة بساعة وأكثر من ذلك. لهذا أريد لولدي جعفر أن يتبحر فيه، وإنها لفرصة طيبة أن يدرس على يد أبرع أهل زماننا أبي عبد الله البتاني، ولا تكون عاملا عند الأمير بل أستاذا لطالب، فلا تقل هذا الأمير ابن الأمير، بل أدبه بما يليق به وبما لا يكسر قلبه ولا يذوي اعتداده، ولكن بما لا يخرج عن حدود الأدب، فأنا ابن المعتضد وأحمل من القسوة بقدر ما أحمل من الرحمة. عافاك الله أيها العالم، وإني لأفخر بصداقتك. يا مولاي، ما أرى بدرا مولى والدك وحاجبه وصاحب الأمر في كل شؤون الخلافة، والذي لا يرفض له طلبا ولا يخالفه في أمر، وما أراه إلا وقد نصب لك الكمائن وشرك الأشراك وأوقد نار المكائد. ويحك يا قاسم، ما الذي جاء به فوق؟ والله لو عدت إلى مثلها لأمرت بفصل ما فوق كتفيك. ألا تدري أنك بهذا الشيء تسيء إلى والدي أكثر مما تسيء إلى الوزير؟ وكأنك تتحدث عن رجل غافل خامل لا يفعل ما بداخل رأسه. هذا الخليفة المعتضد يا جاهل، فكيف يجرؤ بدر أو غيره على أن يأتي بأي حديث مضمونه الشر والفتنة والخيانة؟ إياك ثم إياك أن تأتي بقول أو فعل يحمل بين طياته فتنة وشرورة، وإلا أعدت النظر فيك. غادرني الآن، هيا. لقد أراد خمارويه أن يتشرف بنا، ولهذا زدت في تشريفه، فقبلت عرضه في تزويج قطر الندى لدار الخلافة، وقبلتها زوجة لي. ابن الجصاص يا مولاي. ما لابن الجصاص يا بدر؟ يقال إنه احتجز كما هائلا من الأموال والجواهر التي أرسلها معه خمارويه،
هدية إلى الخليفة وحليلته. أهلا. يا مولاي، ما للناس والابن الجصاص، إنه ثقة والدي، ولولا ذلك لما كلفه بحملي مع جهازي ومالي وخدمي من مصر إلى دار السلام، وأنا أعلم ما أرسل والدي، وما احتجز ابن الجصاص شيئا أو أخذ شيئا إلا ما أمرت له به أو تركته له مصروفا أو عهدا، فلما يتهم وهو ليس عندنا بمتهم؟ لا بأس، فقط كي نقطع ألسنة السوء. أنا طوع يدي مولاي أمير المؤمنين، فإن رغب في فأنا له، وإن رغب في الجواهر والأموال والهدايا فهي له. الليلة، الليلة يا قطرة. أمر ابن الجصاص لي ولا تراجعوني في هذا الأمر. مولاي. كما تريد يا مولاي. اقعد. أمرك مولاي. أما صدر الكتاب فهو في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء في بعض وتجذيرها وقسمتها بعضها على بعض في معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة وإثبات أنصاف أوتار أضعاف القسي في الجداول مما يتبع ذلك من العمل بها. بقيت من شهر رجب سنة 79 و200 رحم الله أمير المؤمنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم لازم يكون خالص. شلون يعني خالص؟ يعني البقية بحياتك. لازم أخذ احتياطاتي كاملة. أنا هلأ عم نرسم الخطة أنا والخواجة، وبس نعتمدها ونخبركن عليها. شو الأخبار؟ لك وينكن؟ شغل بالنا عليكم. أنا عندي فكرة بتجنن وبتمنى توافقني عليها. شو أستوى الزلمة؟ ولا تأخذني بهالكلمة، يعني هذا اسمه احتيال. حكاية يومياً 11 مساءً على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. نبي جديد.
أنني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. لولا أنك رسول تحمل رسالة لأمرت بقتلك في الحال. لا، هل أدلكم على تجارة رابحة؟ وهم يدعون الناس للدخول في دينهم. اجزروهم ولا يفلت منكم أحد. أنا لا أستطيع أن أنفذ مثل هذا الأمر أيها القائد. ولقد أرسل محمد جيشا لمحاربتنا. في هذه الأرض لا هيبة ولا عزة إلا للإمبراطور. ما أظنه إلا على الحق، سوف يملك المشرق والمغرب. لا أريد للمسلمين أن ترتفع لهم راية، أسقطوها. الفتوحات الإسلامية يوميا منتصف الليل في رمضان على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. ولا بالصلب فيرهبني صاحب الحق، سيكون كتاب الله حكما وسنة هادية. أطلقوا من في السجون وردوا المنازل المصادرة على أهلها، وفرقوا بينهم الأموال تأليفا لقلوبهم وتعويضا عليهم. أطال الله عمر الأمير. أطال الله عمر الأمير. أين الوزير بدر؟ لا أراه يؤم مجلسنا. غادر المدينة يا مولاي خشية أن يناله سوء. يناله سوء؟ من؟ وهل هذا تصرف عاقل؟ وزير من الدولة يغادر من دون مراجعتنا؟ أرسل من يأتيني به فورا. رسول أمير المؤمنين ينتظرك في البيت. رسول أمير المؤمنين؟ عافاك الله يا مولاي، إلا هذا. أترغب عن مجلسنا يا أبا عبد الله؟ معاذ الله يا أمير المؤمنين، لكن مجلسي هو مرصدي، هناك أرصد النجوم والأفلاك، وقد أبحت عمري لهذا العلم. وإلى أين وصلت؟ لقد قطعت شوطا طويلا يا مولاي، لكن الفلك بحر واسع، كلما نهلت منه وجدته يزداد ومعرفتك به تقل. وصدقني يا مولاي، إن من يراقب النجوم والأفلاك في بروجها يتفكر في خلق الله وعظمة هذا الخلق. وكم أحصيت من النجوم يا أبا عبد الله؟ لن يحصيها إلا الذي خلقها يا مولاي، ولكنني أحسب مواقعها وأبعادها عن الأرض والشمس وطبيعة حركتها، ولسوف أجمع ذلك في كتاب ينتفع به الناس بعد مماتي. ومتى ستخرج هذا الكتاب يا أبا عبد الله؟ إنني أكتب فيه كل ليلة يا مولاي، لكنني لن أنتهي منه قبل أن يعجز بصري عن التحليق في السماء ليلا نهارا. وجعفر، ماذا فعلت لجعفر؟ الأمير جعفر يا أمير المؤمنين سيبز أستاذه بإذن الله تعالى، هو عبقري في فتوته، فكيف إذا تابع وحصل؟ ماذا سيكون في رجولته وكهولته؟ هنيئا لك فيه يا أبا عبد الله. إذا أخرجت هذا الكتاب في زماني فسأعطيك وزنه ذهبا. أطال الله بقاءك يا أمير المؤمنين. أهلا
أطال الله في حياتك يا أمه. تأخر أبوك في بغداد يا بني. كم أنا متلهف لعودته. لا أراك مثل أبيك. ما الذي ترمين إليه؟ لا تمكث في مرصده كما يفعل. في الحقيقة يا أمه إنني قل، لديك كلام تريد قوله. أريد أن أتزوج. تتزوج؟ يا لها من ليلة، بل يا له من خبر. بورك فيك ولك يا بني. لا 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 تفضحيني. ويحك، وهل الزواج فضيحة؟ لا 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 لا. صحيح ما وصلني ابن عبيد الله؟ عن أي أمر يا مولاي؟ عن غيلة الوزير بدر. إنه القاضي محمد بن يوسف، هو الذي أحل دمه بعدما أعطاه العهود والمواثيق، وأنا ما أعطيته الإذن بذلك يا مولاي. كيف يحصل أمر كهذا من دون الرجوع إليه؟ وهذه والله من الكبائر. كيف يحل دم الرجل؟ يا بتاني، ما ترى في هذا الأمر؟ يا أبا عبد الله، إنما يطلب أمير المؤمنين منك ذلك، وأتتنظر إلى الوزير خائفا مرتعدا؟ يا مولاي، سمعته طارت في الآفاق. إن الكبير والصغير على رعب وخوف منه، لا أحد منهم يعرف لنفسه نعمة منه، فكيف لا أخشاه؟ قل رأيك في غيلة الوزير بدر يا بتاني. إنما بدر خير وزير لأبيك رحمه الله، وأنت تعرف كم كان يجله ويقدره وهو صاحب دولته، فضمنه القاضي وأوثق له العهود ثم غدر به. وأنت تعرف يا مولاي جزاء الإخلال بالعهد، لقد أخطأ القاضي خطأ فادحا، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فعلى رأس القضاء رجل فاسد، وإذا فسد القضاء فسدت الأمة. أطلت لسانك يا بتاني، لأقطعنه لك. ماذا يقول القاسم يا بتاني؟ قل يا بتاني. هددني بقطع لساني. يا ابن عبيد الله، إنما البتاني عندي مثل ولدي، وإن مس بسوء فلسوف أقطعنك لحما على وطن. خذوه مع القاضي إلى السجن الآن، حتى لا نتعجل النظر في أمره. دعوني والبتاني. الحكم لا يستقيم إلا بالسيف وبالعدل يا مولاي. صدقت يا بتاني، لن نقبل بالظلم والشرور، فذلك يزرع الرعب والفتنة بين الناس، والرعب لا يحفظ الدول من الزوال. يا أبا عبد الله، سنعود إلى الرقة. لا أجد الهدوء بعد هذه الفاجعة إلا في مرابع صباي، فتجهز. هذا أطيب خبر سمعته يا مولاي الليلة. لقد استوحش هذا البيت بعد زواج عبد الله. بقينا وحدنا يا بتاني. أنا وأنت ونجوم السماء. أتحتاجين لشيء يا أم عبد الله؟ إلى أين؟ إلى ضرائرك، إلى مرصدي يا أم عبد الله. أما تنتهي يا أبا عبد الله؟ ويحك يا أم عبد الله، وكيف أنتهي؟ إنه عملي، وفيه فائدة لي ولأهلي ولأمتي،
فساعديني فيه ولك الأجر. ما وراءك يا جعفر؟ إن القاسم ابن عبيد الله يعاني من سكرات الموت. كلنا سائرون في الطريق نفسه، وأفضلنا من يلاقي ربه بأعمال طيبة وقلب طاهر نقي. قل لي يا ولدي، لم أرى أستاذك منذ مدة. إنني أزوره وأستفيد من علمه، فهل أدعوه إليك؟ لا لا، سأزوره أنا في مرصده. إن أول ما أستفتح به كل أمر وأستفتح به كل قول حمد الله جل ذكره والثناء عليه والصلاة على خاتم رسله وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول يا بني؟ كما سمعت يا أمه، لقد مات المكتفي. أين والدي؟ والدك في مرصده، لم يبارحه منذ الليلة الماضية. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته وجرب الأمور بمشيئته وأتقنها بحكمته، فأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهدى به المؤمنين وقطع دابر الكافرين وجعله حجة على العالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى تابعي سنته إلى يوم الدين. يا قوم، لقد قرأت كتاب البتاني، إنه أكمل ما رأت عين وما سمعت أذن في بابه، بل إنه حاجة لكل الناس، كبيرهم وصغيرهم، وأظن أن هذا الكتاب سيبقى حاجة للناس ما عاشوا. لقد بدأت الرصد عندما كنت شاباً، وانقطعت عنه بعدما كل بصري عن المتابعة. تفضل. وقد وضعت في كتابي الزيج الصابئ خلاصة ما شاهدت وامتحنت، وقارنته مع ما كتبه جهابذة العلماء قبلي، الخوارزمي وراصدو المأمون والأندلس واليوناني والهند والصين، وأضفت إليها ما شاهدت وصححت الكثير منها، فحددت الجهات وأبعاد النجوم ودائرة الأفلاك والبروج، وأظن يا مولاي أنه أكمل كتاب وضع في هذه الصنعة. يا أبا عبد الله، إننا نحتاجك ونأمل أن تبقى معنا في دار الخلافة، في دار السلام، فهيا تجهز السير معي. يا أمير المؤمنين، لقد ضعفت وكبرت، ولكن في أهل بيتك من يغنيك عني. من؟
ابن أخيك جعفر بن المكتفي رحمه الله، إنه والله يا أمير المؤمنين من أبرع من درست في هذا الباب، وهو فلكي غرير لا يشق له غبار، فضمه إليك فتكون قد حققت الحسنيين، صلة الرحم وحماية عالم كبير، وهو في النهاية لحمك ودمك، عافاك الله وأطال بقاءك. جعفر بن أخي، إنه والله لبشارة يا أبا عبد الله، لن تذهب قبل أن تنال ما تستحق وزنه ذهبا، ولا تراجعني. توفي محمد بن جابر بن سنان البتاني سنة 318 للهجرة، بعد أن ترك عشرات الكتب في الطب والفلك والرياضيات.